بلحظة انفعال وعصبية أطفئت عائلة بالكامل، والجاني هو الأخ الأصغر في قصة أثارت حفيظة الرأي العام في مدينة النجف. لم تكن تعلم هذه العائلة أن مصير الموت سيكون على يد ولدهما المدلل. بدأت القصة بمشادة كلامية وانتهت بتصفية العائلة. ضرب أخته أمه وأخوه شردة وين بالاستقبال، قفلوا عليهم الباب. من قفلوا عليهم الباب هذه أخته خلته وشردة والنزيف بدأ يعني بجسمها. هذا راح لهم الأمة والأخو قال لهم يا بي لا تخافون، أنا يعني عفت الموضوع ولا تخافون وتعالوا طلعوا وهي مصوبة، تعالوا شوفوها هي شردت وين للسطح. هذه أمنت الأم فتحت للباب، أول ما فتحت الباب ضربها طلقة بحنتها طلعت من رأسها وقعها. الدور أخوه اجى شفته يريد يخلص المسدس ياخذ المسدس من عنده، ضربه ثلاث طلقات بصدره. خابر ابوه قال ابويا وين انت؟ قال بابا انا قريب عليكم، جايب لكم ريوق وجايب لكم هذا وانا قريب واصل. قال له خوش. هو اجى دخل الابو عنده مفتاح، دخل الابو نايم دنق جاي ينزع جواريبه، هو نازع جواريبه دنق ويا ما شاء راسه ضربه طلقتين بصدره. يتحدث شقيق الجاني من الأب عن سلوكيات غير معهودة حصلت لشقيقه بالآونة الأخيرة أدت إلى ارتكابه هذه الحادثة. حسب تربيتنا إله وحكينا وياه أنه مو محمد يخطط هذا التخطيط مال أشهر، طبعا هو مو مال يوم أو يومين، ويبدي يخطط بجريمته. زين، فباعتقادي أنه مجموعة شركاء وياه اللي أدى إلى هذا الموضوع أنه يقتل عائلته بالكامل. مديرية شرطة النجف تحدثت عن ثلاثة حوادث جنائية مشابهة لهذا الحادث بدوافع مختلفة. الآونة الأخيرة حدثت عدة جرائم، يعني شباب يقتلون عوائلهم، قسم منها تحت تأثير المخدرات وقسم منها لعوامل نفسية وقسم آخر لمراهقة وطيش وغيرها. بالمناسبة هذا موضوع خطير جداً، يعني صار عندنا ثلاث حوادث، حادثة أذكر في حي الوفاء شاب قتل عائلته، وحادث في الكوفة، والحادث الأخير في حي الفرات. طبعا لم يكن المعلومات الأولية والتقارير لم يكن متعاطي للمخدرات وإنما حسب ادعاءاته تحت الضغط النفسي. من النجف أسامة جبوري، روداو.